السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله قيمة بدن شرفت بدن سلام قيمة بدن مهودين سو مرسينية وحاري ريقة فردية والكي فاضي يا عبد العليم أي أكيد فردية عليكم السلام أقول السلام عليكم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أخونا من أي بلد؟ العراق من العراق وأنت؟ معكم أنا من العراق وتمامي ما شاء الله يعني إخواننا ولا لهم ولا متانة لو ذا بقولي أقول حضر بدن مسلمين تاء ما شاء الله نور كوجو ذا كم وغضو ولا لهم أرتي رع عراق خير الله سيب لو ذا بقول مرة بدن قصة إذا كشيكيو ولا لهم متانة رنتي مساج كم رح بحال دوما في المسجد ما شاء الله إله سبحانه وتعالى هو زياديو خير كأيو نعيم ك لو ذا بقول وحي كي مادين ودم ذا إنه كعفصنا وعراق سوري لو ذا ودن وحتى دباتوين كده عدد كقار أي مصامرة أو مسلمين حتى دينتي وقب حين لكن لابدهم ويل سنة كهرباء سوى إسلامي ما شاء الله أيوة أقودن كودن ربي كردعو أيوة أقودن كودن إن دينتي لنا عسيو أيوة أقودن كودن إن حارد بلسي كجرتو أيا هدنا حالة أو ساسة سوى إسلامي إلى سبحانه وتعالى وزياديو كم حفظت من القرآن قرأت كملت القرآن أنا بدأت أحفظ من القرآن بس مو كتير يعني تسألني من أسبوع ممكن ما شاء الله بارك الله فيك أنت صمت رمضان كله الحمد لله وشوال الله يفتح عليك ما شاء الله شوال بقى بس يوم واحد بقي لك من شوال يوم واحد ولك هل سنة إسلامي هي رمضان كنا وصومي رمضان كي وأها الله بعثني الأور ساعات يقول لك ساعات بصومي تدك قارة مسلمين تقول شيء ما تحدد ونكور هنا وحا سنة عيد فردي يا عبد العليم ما شاء الله أنت كمان صمت رمضان كله أنا خلصت صمت رمضان خلصت وشوال سويته وخلصت اليوم أول فطرت اليوم خلصته ولكن ما أول القرآن الحمد لله طورت بالعربي فضل القرآن وتعلمت العربية والحمد لله ختمت مرة وإن شاء الله ختمة مرة ثانية من عيد من عندنا إن شاء الله إلهي أكو زيادة إلهي وحمودين يأنو لما داعي كدبه والله بمتانا والله بحد قاتي دينة إسلام كأي حد قاتل إيه وكيمد ودن أي نعقنا حالة ديسة ودن مضاف لباتين كو إكجران أي ودن كيورب حتى أي كو قاتل إسلام ك وحنا إله سبحانه الرجاء وله استقامة سيو أنت ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ محدونة مصرف إلى النقطة نعم وأنا مريت بأشياء كتيرة وبعرف شباب كتير يعني شباب ممكن بمروا نفس الحالة فبدي أدعي لهم بقلل لهم يعني كيف أنا عشت قبل أكون مسلم شو الحياة يعني حياة بدون معنى بعد الإسلام خلوا بشو كيف حياة تلونت ولكن وحيري وحن أشياء غير المسلمين تأه وحيري أنا مسلمان أهين وحيري نرشي عن قصر نولا مسلمين ماذا كهر من الحم بهد بليه ما أنت نوشاس كلنا جوعشين لك تك خار أني هذا قار وبليه وانكسر تجنا نوشاس إسلامي ما نقدرتي وليه ما أنت أنيك إسلامي ما نقدرتي ما كنا نوشاس سيسن إذا كذب بليه وإذا كذب جيا أنت دوما الآن في المسجد ما شاء الله تحب المسجد أكبر أكثر من البيت ما في راحة إلا بدون بالمسجد ما في راحة إلا بالمسجد وحليه الراحة ما جرت أنا كين مساجدك ولكن مساجدك كمطبخ مغادر عام بقية هي ولكن كذلك عبد العليم وكمان أنت مع صديقك وأخوك يعني متانك هاك مركزته في المسجد اي لماذا لا تحب أن تكون في البيت يعني في البيت يعني الواحد يكون مشغول بحياة الدنيا بس لما الواحد يكون في المسجد يعرف بأنه هو الخصوص الواحد يكون بالقرآن خصص وقته من القرآن والعبادة وكل مسلم واحد لازم يعرف بأنه الحياة الدنيا بس عمله والآخرة هو يوم اليوم الجزاء ما شاء الله ويوم من نهاية اليوم الجزاء هو اليوم الواحد حصل كل اللي اشتغل عليه سواها في الدنيا ما شاء الله ولا ليه المحرويته هنا وصو كوبو ولا بويل اكتر الفديان ولا بويل وجب النور بقى كم قدو ولي انت المساج تبي انت ان ميل مريي ولي جيمان أركن لبوي المساج كساق قلبي وده وحرية هاي ولي جيمان أركن لبوي لو إيش كأي دا سجرا هذا الإسلام كسوق قابلي ولي جيمان أركن لبوي لو ودن كودو جماعات أما حركوين إسلام من تكأي كل بعثين يان هل كدين تكعر لهين بما أنت دين تسوق لين ورا الواحد أوقاته الدنيا نسول بود أجوكتو يوقت والبود كل مسائل إنسان قيمة لهين ورا الإله سبحانه وتعالى يسكا كذا الدنيا يا معركتي في الدنيا كما تعالى مكجرة كحرنا الله سبحانه وتعالى سد اللي بانتو بارك الله فيكم